دراجة نارية بعربة جانبية عمرها 104 سنوات. على الرغم من عدم وجود أي قطع غيار لها، إلا أن يورغن غودا وبجهد كبير يبقيها تعمل. رجل الأعمال الألماني السابق يشعر بمتعة كبيرة أثناء ذلك. هذه الحرية غير المحدودة التي يفترض أن تشعر بها والموجودة في مكان ما، يا له من أمر رائع، خاصة مع مثل هذه الدراجة النارية القديمة، أن تستمتع بالطبيعة في سلام. يحب يورغن غودا الجلوس في العربة الجانبية وترك القيادة للميكانيكي. تتسلل إليك فرحة مطلقة، وكان ذلك عندما قمت لأول مرة بقيادة دراجة نارية قديمة بعربة جانبية، حيث كان بمثابة الشرارة الأولى لي كي أقول حسناً سأشتري دراجة نارية قديمة بعربة جانبية، وهكذا نمى شغفي بجمعها تدريجياً. على مساحة تزيد عن 2000 متر مربع، يخزن يورغن غودا أكثر من 200 دراجة نارية من جميع العصور. بكثير من الالتزام يضمن أن تظل جميعها صالحة للسير على الطريق. مجموعته فريدة من نوعها في العالم وتقدر بالملايين. إنه إدمان لا يؤثر على صحتك، لكنه يؤثر على جيد. إنه إدمان وحماس، والمتعة في الجمع هو أن الدراجة الواحدة لا تعمل دائماً على الفور، بل قد يستغرق تطويرها سنوات، وبعد ذلك ستكون سعيداً عندما تعمل في مرحلة ما. هذه الدراجة من طراز هارلي ديفيدسون تعود إلى العام 1912، وكانت ملكاً للنجم هوليود الأمريكي ستيف ماكوين. على ما يبدو أن ستيف ماكوين كان لديه الحماس وولع باللون الأحمر، لذا طلى الدراجة بالكامل باللون الأحمر. قمنا لاحقاً بإزالة الطلاء بعناية وإزالة اللون الأحمر حتى ظهر الزنجار الأصلي عملياً في النهاية. هذه الدراجة من طراز إنديان تعود إلى عام 1903، وهي الوحيدة المتبقية في كل أوروبا. تجاورها هنا قطعة نادرة أخرى، أقدم دراجة نارية من طراز BMW. نجلس هنا على دراجة BMW النارية من طراز R32، صنعت عام 1923. ومع ذلك فإن أهم ما يميز المجموعة هو القاعة التي تضم العربات الجانبية. هنا تعرض العديد من المركبات التي لم يتم إنتاجها لفترة طويلة. في الماضي كانت تستخدم العربات الجانبية للدراجات النارية في جميع مجالات الحياة الممكنة، حتى لنقل السجناء. أطمح في أن يحاول الناس إعادة التركيز على الأشياء المنسية. كما يريد يورغن غودا أن يستعرض العربات الجانبية النادرة من القرن الماضي في السباقات والمهرجانات التي ينظمها، وهو مهتم أيضاً بجعل رياضة سباقات الدراجات النارية ذات العربات الجانبية مقبولة اجتماعياً مجدداً. أحياناً يجب أن يعجبني ذلك، إنه مبتكر بشكل مذهل من الناحية الفنية، وفي الأخير ينتج عن هذا التكتل بأكمله عادة سعرة عاطفية. يمكنك التفاوض على الأسعار، لكن ليس معي، لا أتمنى أن أضطر إلى تجربة بيعه بنفسي، فذلك سيمزق قلبي كثيراً. حتى مع أحدث مقتنياته يتم فحص حالة المحرك أولاً. إنها إثارة وفرح مثلما يحدث للأطفال عندما يأتي شيء جديد. يتم الإعلان عن شيء ما، وبعد ذلك لا يمكنك الانتظار حتى يتم تشغيله وتسمع صوته وينبعث دخانه. إنها رائحة تلك الدراجات النارية القديمة. بالعودة إلى الاختبار العملي على الطريق، يمتلك يورغن غودا رخصة قيادة مقيدة لمعظم دراجاته النارية القديمة لاختبار القيادة مثلاً، وهو يريد أن يستمر في جمع وركوب الدراجات النارية العتيقة.